أنت ما بتتذكر كيف أسأت لي على التليفون وقلت عني شخص مو منيح؟ قلت رح ترجع تتصل فيني، ليش ما اتصلت؟ ليك لا تجرب ابدا تتلاعب معي، هي انا عم حذرك، لانه صدقني العواقب رح تكون وخيمه. رح تضلك ندمان على التلاعب معنا كل حياتك وانت بتعرف هالشي. بدك ياني اني ساعدك في مشاكلك؟ بس شو مشان اخي؟ مين بده يساعده؟ اخي عم بيعاني هلا بسببك وانت قاعد هون ما عم تعمل شي، الشرطه عم بتلاحقه وهو بيضل هربان وباي وقت رح ينمسك، شو مشان مشاكل اخي؟ اللي خلصت حكيك؟ اطلع لبرا هلا، يلا. انه انت منيح؟ اللي اللي شو كنت عم بتقول؟ عيد لشوف. كنت عم اقول مثل ما سمعت، انا قلت لك كل شيء على التليفون، قلت لك اني بورطه واني عايش بفوضى كبيره، وفوق كل هاد انت جاي عم تضايقني فوق ما انا بألف ورطه وبدي مين يساعدني. ما توقعت منك هالشي، انا حياتي كلها مشاكل والكل عم يحاصرني ويخنقني، وانت عندك مشكله واحده وعم تضغطني. اسمع اللي رح اقوله، مشاكلي اللي عم تواجهني بهالحياة عدن، هي بتكون رفيقتي وهي حامل هلأ، وخطيبتي بريتا بتحب واحد تاني غيري، أنا بدي رفيقتي تتزوج عدوي اللي بكرهه، بس هالشي ما عم يصير أبداً، ما زبطت معي. لحظة لسه ما خلصت، اسمع كمان هالورطة، الشرطة ممكن إنه تعتقلني بأي لحظة مشان جريمة قتل تابسي، وهالشي بسبب أخوك، أنا ما اتفقت معه يقتل تابسي، ما كان بدي هالشي، كان بدي منه بس إنه يأذيها، بس اللي هو شو سوى؟ كل اللي أنا فيه هلأ بسبب نيل، لأنه رح يعتقلوني، مو بس أنا ورفيقتي كمان معي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.